بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، السر الساري والنور الذاتي في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه أجمعين. دب الحسد والحقد في نفس قابيل، وهما الآفتان اللتان ابتلي بهما إبليس بجانب الآفة الكبرى وهي الكبر، والتي بسببها طرد من رحمة الله. فسلك قابيل مسلك إبليس وقال في نفسه: أنا الأقوى، أنا الأفضل، أنا الأجدر. فكان مدخل الشيطان بذلك ممهداً لبث وساوسه. ولماذا وسوس الشيطان لقابيل ولم يوسوس لهابيل؟ هذا سؤال مهم. هابيل يا ولدي لم يحمل في نفسه حسداً أو حقداً أو كبراً، بل على العكس كان طيب القلب وديعاً حسن الخلق، فكان من الصعب على إبليس أن يجد إليه سبيلا. وهذا لا يمنع أن الشيطان حاول معه في البداية ولكنه لم يفلح، لأن هابيل كان يستعيذ منه بالله، فكلما اقترب الإنسان من الله كلما ابتعد الشيطان عنه. نريد أن نحتفل يا سيدي إبليس بخروج آدم وحواء من الجنة. ولنجعله احتفالاً سنوياً، ولا بد أن نخطط حتى يفسد آدم في الأرض. لا، لن نقدر على آدم، فهو كثير البكاء والاستغفار لله، وقد تاب الله عليه. فلنحاول مع آدم يا سيدي، فربما نفلح. أيها الأغبياء، اتركوا آدم وحواء، فلن تستطيعوا النيل منهما، ولكن علينا بالأبناء، فهم أسهل منالاً. السمع والطاعة يا سيدي، السمع والطاعة، فنحن نتعلم منك، أنت سيدنا وزعيمنا. نعم، أنا معلمكم، ولسوف تظلون تتعلمون مني مدى الحياة. عليك الأمر يا سيدي، وعلينا السمع والطاعة. أريد المزيد من الأعوان، فأنا أعمل وحدي وأنتم كسالى لا جدوى منكم. سيدي، سمية ومن يستحوذ على معظم الجن ويأتمرون بأمره، وهم متعاطفون مع آدم وبنيه. اتركوا سمية لي، فلي معه شأن آخر. أما أنتم أيها الكسالى فعليكم بأولاد آدم، لابد أن نتوجه إليهم بالوسوسة والغواية. لابد أن يتقطع قلبك يا آدم حزنا على ما يفعله أولادك. لابد أن يتقطع قلبك.
ماذا فعلت بأخيك أيها اللعين؟ قابيل، لماذا كل هذه القسوة مع أخيك؟ لقد جئت أعتذر لك يا أخي الحبيب، وأحضرت لك بعضاً من الفاكهة التي تحبها. لقد نسيت الأمر يا أخي. أما أنا فلن أنسى فعلتك هذه. لقد حزن أبي بشدة جراء ما فعلته بأخيك. إنه في انتظارك يا قابيل، اذهب إليه وأخبره أنك لم تقصد أن تؤذي أخاك. عافاكم الله، ولما أخبرتموه وأنتم تعلمون أنه سيحزن لذلك، وكذلك أمي. لقد نزغ الشيطان بيننا يا أخي، وأريدك أن تعلم أنني أحبك. وأنا أيضا أحبك يا هابيل، وأريدك أن تقتص مني. لقد سامحتك يا أخي، دعنا نذهب لأبي كي يهدأ باله ويطيب خاطره. هل كان قابيل صادقا في اعتذاره لهابيل؟ لا نريد أن نستبق الأحداث، ودعونا نسترسل لنرى إن كان صادقا بالفعل أم لا. مؤكد أن إبليس لن يكون سعيدا بذلك، وأنا أشك في نوايا قابيل تجاه أخي. اعلموا يا أصدقائي أن مداخل الشيطان لابن آدم كثيرة، وأنه حين يقوم بالوسوسة والغواية يزين كل قبيح، ويستغل مواطن الضعف بالإنسان ويمنيه بالأمان الكاذبة حتى يقع في الخطيئة. والآن دعونا نستكمل قصة آدم وبنيه.